ألو عسلامة. ألو عسلامة لله. عسلامة من فضلك، أنا اسمي ملكة. مرحبا بك. مرحبا بك سي علاء. مرحبا بك أنت لله. يعيش. أنا أحب نطرح موضوع بركة. أنا عمري 43 سنة. أيوة. تخطط يعني مرتين خديت يعني واتني الحظ تزوجت، نقولوا احنا صديق ابيض يعني طلقت بعد صديق الابيض. شنو صديق ابيض؟ قبل البناء تقصد؟ يعني قبل البناء لكن ما تمش العرس. ما تمش العرس طلقت. علاش طلقت؟ السبب هذا هو الموضوع اللي حاب نطرحه. يعني انا السبب هو كما قلت تو مأمور جنسي، يعني انا كي خديت مرتين الاولاني فهمتني، لول مره جاني واحد نجم تقول سامحني طماع على خاطر خديته مطلق وبنته، ووقت اللي انا حبينا باش نعملوا فهمنا على العرس وكل شيء قال لي لا انت باش تعمل كل شيء، احمد ربي لقيت راجل باش ينقذك من العنوسه. حس وقت اللي الاخر اللي خديته هذايا معناها من صديق ابيض وكل شيء، يعني انا حبيت نحافظ على مبادئي وعلى شافي، هو قال لي لا معناها شاد فيا صحيح باش يحب يمارس معايا الجنس قبل الزواج. مدام سامحني لحظه، مدام عندي مبادئي ومعناها يا ترى انا حبيت نسال معناها قبل الزواج انا ما متنيش حظ برشا مرات. يا مدام لحظه قلت تطلب مني ممارسة الجنس؟ ما منش نسمع فيك بالقديس. تسمع فيا هكا، هات نزيدوك شوية في الصوت هكا تسمع فيا. أي هكا نسمع فيك. أنت قلت تطلب مني الراجل هذي اللي كتبت عليه صداق ممارسة الجنس قبل البناء. أي هكا هكا ولا هشام؟ أي طلب مني. فما توضيح بربي مدام إذن نوضحوا للناس كلمة أنت قلت صديق أبيض ربما يفهموها حاجة أخرى، ما فماش صديق أبيض وصديق مرة، فما صديق صديق لكن صديق، لكن أنت كاتبة صديق متزوجة لكن ما وقعش البناء، البناء اللي هي العملية الجنسية لافتضاض البكارة والدخول يعني. أي الدخول. يعني احنا متفاهمين بعد شهرين نعملوا مراسم الزواج. أي لكن شنو يمنعك سامحني هنا سامحني مدام، تو أنت صديق وكتبته. أيوة. معناها على سنة الله ورسوله وزوجته ديجا. أي. معناها من يعني من نهار كتبان صداق شرعا واللي تحب انت ولا حلاله انت حلاله. انا نعرف هذه يا سي علاء. أي. لكن انا احنا متفاهمين انا وياه من يعني من اللي بدينا خدينا بعضنا، قلت وراهم يكون الدخول الا بعد ما نعملوا العرس. بالعرس معناتها هو شرط شرطته هي. تقصد بال يعني بالاشهار باش نتزوج باش نعملوا العرس شهاري. الحفله نتاع العرس. اي انت ما تقوليش مدام انت بطلت منه على خاطر طلب منك هذا. الا ما نكذبش عليك، اي على خاطر الطلب هذايا ما كنت تنجم مدام تتفاهموا معناتها ما... لا مش معناتها توافقوا، كنت تنجم تتفاهموا وما يبطلش العرس يا مدام وينجم يستنى شهر. معناها هو بيدو مش معناها مش انا وحدي سي علي راه هو بيدو يعني شد صحيح قال لي ما كانش نطلقوا. هي كبرت الحكايه عنده الحق هو تو جي شوف معناه شرعا وقانونيا عنده الحق. معناه بالقانون يسمح له كونه يدخل عليك. خاطر الشرط هذا مش محطوط في الصداق راه بعد شهرين. انت ما نعرفش حسيتك كسحت راسك شويه في الحكايه مدى. والله مش كسحت راسي لانه احنا تفاهمنا وكل شيء سي علي. مدام اسمعني اسمعني مش مفاهمه مفاهمه يا مدام. مش الانسان يطلق عليا مدام. ايوه فوالا هذا القصد. هذا ابارك مش سبب مقنع لكن سامحني هوني فما اخلال بشرط من شروط الزواج اللي هو الدخول بالواحد. معناها تقول لي تفاهمنا ما تفاهمناش ينجم تتفاهم معاه حتى 50,000 مفاهمه، لكن من هاك اللي كتبت صديق وليت حلاله وسامحني في حاجه اخرى. علاش؟ علاش ما حبيتش؟ اي شنو هي اللي معناها ما علاش تحلي مبادئي هي هكا ولا؟ والله انا حبيت معناها بال كل شيء يجي في وقته يعني هذا ايش حبيت فهمت؟ مانيش ابقيتو هو يعني انا عندي دي كاليتي اللي هو بيدو يعجبني يعني انا هو جات منه هو هو سيفي كي اتو لو بون فهمت؟ قال لي ليه مادام هكا ملا ليه؟ يعني انا خفت حسيت التشدد هذا نتاعو كانوا فيه نيه مبيته فهمت كيفاش؟ اش من نيه مبيته مادام انت كتبت مادام مادام انت مرته راك فهمت المشكله؟ شنو هي النيه المبيته اللي شنو اللي تسوتها في مخك؟ قول لنا شنو هي؟ لا لا قول شنو هي قول لا 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 قول لنا شنو هي النيه المبيته؟ مش نيه مبيته مش معناها شكيت فيها. كنت خايفه لا يقوم بالعمليه ومن بعد يطلق. ما عرفتش خاطر هكاك هشام كل امراه تكتب صداق شنو تولي تخاف لراجلها؟ هذه المشكله. تنجم تصير هكا. كنت خايفه يكون يقوم بالعمليه ويدخل عليك وبعد يطلق ولا؟
ما نعرفش ربما حطيت الاحتمالات الكل. شو هما الاحتمالات الاخرى؟ اعطينا نحبوا نعرف. يعني حطيت الاحتمالات مثلا اعطينا احتمال مدام مشاش. انسان متفاهمه انا وياه ويعني واحنا متفاهمين ومتفاهمين على كل شيء، انت تشدت على الحكايه هذيك برك، فهمت كيفاش؟ حسيت اللي كاينه عبد كاينه تغير، فهمت جوغ لونت كتبنا صداق ولات عنده حاجات اخرى في مخه مانيش فاهمه، فهمتش يعني خوفتها ونحب نقول لك كيفاش خوفت. انت عندك الخوف من القيام بالعمليه الجنسيه؟ اي عندي خوف، خوفة. ما خدتش التجربه قبل. معناها عندك فريستري ديجا، خايفه من القيام بالعمليه الجنسيه، ربما هو اللي خلاك تشد صحيح باش تقول لا. لا ماهيش في الحكايه هذيك بالذات، لانه هو يعني تغير وقت اللي شديت انا صحيح وهو شد صحيح، حسيته تغير كومبليتمون. باقي مش مقنع. قلت له ماهيش هذا السبب باش خلينا نتفارقوا. ماهوش سبب باش يتفارقوا زوز من الناس. فوالا، لكن هو علاش شد صحيح؟ تي كنتوا تنجموا معناتها مدام سامحني، شكون طلب انه يطلق ويوفى الموضوع، انت ولا هو؟ لا هو هو معناته اما هكا ولا لا، وانا قلت له لا يا اخي. يا اخي كل حد مشى على روحه. معناها مشيتوا الحل الاكستريم. معناها كان كنتوا تنجموا تبداوا بالمفتحات ساعه بالمقابلات فهمني باللوردوفر تشدوا رواحكم حتى شايرين وما شنو يا مدام كيف الله. لكن انا حليل وراك، حليل وراك اسمك تفهم حليل. نعرف حليل واحنا مسلمين ونعرف شنو ولا حليل ولا حرام، نعرف يا اخي. هو الناس الكل كان كتبت، فما اللي نعرفهم كتبوا صداق عام كامل وما دخلوش على بعضهم. انا يضرني موضوع فارغ وصل لي لنتيجه. ما تعطينا حتى مش يدخل، انت تعطينا يكتب صديق ساعه بعد الدخول مش مشكله مدام. لكن انا معناها انت الخطوه اللي بال فايده اللي الناس تلوج فيها موجوده عندك. لكن مانيش هو اللي شد صحيح اكثر مني سي عليرة. باهي، ومن بعد مدام طلقت. باهي هذاك وانا حبيت نسال في الحكايه هذه. يعني خاطر انتم تقولوا باقي المراه غالطه، باقي المراه باقي شيء تتشرط، باقي شيء. هاني انا جاني شكون قال لي اصرف عليا ورضيت به، معناها ما عنده حد شيء، وقال لي انت تصرف. حبيت نشري كرهبه، قال لي لا ما تشريش كرهبه، انت باش تعمل العرس ما كانش يبطل ما ناخذكش. فهمت؟ كيفاه كيفاه؟ تقول معناها ديما المراه غالطه. بي انا حبيت نسال سؤال اخر سي علي بخلاف، هل ترى ولا الجنس يعني في تونس العلاقه الجنسيه يعني العرس متوقف على تجربه العلاقه الجنسيه؟ سي هشام هنا باش يجاوبك لانه هو المختص في هذا. قلت لك سي هشام هو طبعا متخصص في مسائل الجنس، هاو باش يحكي لك. شوف مدام، بالنسبه لتجربه العلاقه الجنسيه قبل الزواج هذا بحر كبير وشاسع ويزمو مش ثلاثة سوايع ستة سوايع. بالنسبه أيوة. بالنسبه أيوة. بالنسبه كي نحكيو التجربه الجنسيه في حد ذاتها هي تعطي فكره للانسان على مدى قدرته على القيام بك العمليه هذيك، مدى معناها تجاوبه مع الشخص الاخر وغيره. ربما انا اللي نتصوره في الحاله نتاعك انت مدام هو خوف منك انت للقيام بالعمليه الجنسيه، وزوجك طليقك كان شد صحيح كونسوليزون شد صحيح باش يعمل الشيء هذايا، كونه ربما هو بيدو كانت عنده شكوك، ربما عندك برود جنسي، ربما ما كانش يحس بيك، ربما كل ما كان يجبد لك على الجنس وعلى الحميمه وغيره كنت تهرب بيه. لا بالعكس، حكيتوا فيه الموضوع مليحه. بيناتنا علاقه حميمه وكنا ما نحس بيا الانسان اكثر من الطبيعيه. باش نسالك سؤال مدام، باش نسالك سؤال وباش نتجرى فيه ونسالك سؤال، هل كانت عندكم علاقات جنسيه سطحيه يعني قبل الزواج؟ لكن فما قبولات، فما حاجات يعني ما كانش فما علاقات سطحيه. ها هذا حاجه باهيه. القبولات ديجا في حد ذاتها هي تمهد للعمليه الجنسيه، وبالتالي لفات اللي كونك عملت قبولات معاه انسان سبحان الله راجل راهو معناها ولا انا بيبي انا انسان اللي اي نعم معناها اي معناها لو كيطلب منك شيء هذاك هو عارف اللي ما نتصورش انا باش يخدم مخه يعني كاتب صديق بصديق ما عندوش كاتب صديق فهمت في الحكايه هذه وبالتالي حب يجربه وحب يعيش مع مرته اي حب يعيش مع مرته العمليه الجنسيه. لكن انا نقول لك حاجه اخرى، انا اتفقت معاه بعد بشهرين حتى يتم الدخول. ما فيهاش يعني اتفقت معاه شنو كان المنطقه هي اللي نعرفوا لازم يكون صحيح ولازم يكون اتفقت معاه. لان نمشيو لان اتفقت معاه فوالا كيما قلت لك ما نمشيوش العمليه الجنسيه التامه
فوالا نمشيو للمقبلات. لا ما نحبكش، لا ما نحبكش هنا هشام، وكانك مش نقول تشجع فيها، وكانك كنت تعطي فيها في الحل اللي هي فقدته تو. هو فقدته، هي المشكل.